القشة والفحمة وحبة الفول، حكاية من ألمانيا. جميعكم تعرفون هذه، أليس كذلك؟ نعم، هذه حبة فول، ولكل حبة فول غرز أسود على بطنها. هل تعرفون لماذا؟ حسناً، سأخبركم. حدث ذات مرة أن عاشت امرأة عجوز في منزل بإحدى القرى. كانت فقيرة لا تأكل سوى الفول، فوضعت الفول في القدر. أثناء ذلك سقطت منها حبة فول على الأرض، والآن تقوم العجوز بوضع حفنة من القش بالفرن. ها، سقطت منها قشة أيضا. ما الذي تفعلينه هنا؟ ما الذي يضحكك؟ أجيبيني. كانت حبة الفول إذا ضحكت أفرطت في ذلك. لم يسبق لي أن رأيت شيئا هزيلا كهذا. حقا، ولكن جميع أصدقائي يبدون هكذا. لولا هروبي في الوقت المناسب لأصبحت الآن قشا في النار. نعم، كانت قطعة الفحم منزعجة وكان رأسها أحمر. من أنتما بحق السماء؟ أخبراني، هيا. احترسي، لا تقتربي، أنا سريعة الاشتعال، والاقتراب منك يمثل خطرا علي. نعم، ابتعدي. ابتعدي قلت لك، فأنا قشة ضعيفة. وهل تظنين أنني وصلت إلى هذا الحال بإرادتي؟ وماذا حدث إذن؟ لقد قمت بالهرب من ذلك الفرن للتو. مستحيل أن تجلسي بالداخل دون أن تشتعلي، لابد أن تشتعلي. نعم، هذا ما حدث لي أيضا، لقد هربت لتوي من القدر وأنقذت نفسي من الطبخ بأعجوبة كان غريبا. ماذا تقولان؟ عجيب، لقد مررت بالتجربة ذاتها الآن. لقد قامت السيدة العجوز بوضع 60 منا في الفرن، وكنت أنا الوحيدة التي تمكنت من الهرب من بين أصابعها. لقد فعلت ذلك دون أن تشعر بي. كانت الأشياء الثلاثة قد مرت بنفس الظروف، فجمعت ما بينها صداقة وطيدة. ابتعدي عن صديقتي، إنها صديقتي. ابتعدي أيها الفتياجة، ابتعدي. اهربي. اهربي يا صديقتي، اهربي. ماذا سنفعل الآن؟ إن بقينا هنا سنواجه متاعب أخرى، لقد سئمت ذلك. ما رأيكما أن نذهب إلى مكان آخر، مكان آمن جميل تزدهر فيه الأزهار وتغرد فيه العصافير طوال اليوم، أرض السعادة، ما رأيكم؟ أيد الاثنان رأي حبة الفول. فلننطلق. وهكذا بدأنا رحلتهن. ولكن رغم جهودهن المضنية لم يعثرن على أرض السعادة. أنا أكره الكلاب. يا إلهي.
لم يكن البحث عن أرض السعادة أمرا سهلا. يا صديقتي يا حبة الفول، متى سنصل إلى مكان الزهور والطيور الجميلة التي كنت تتحدثين عنها؟ لقد سئمت الاستماع إليك، إلى متى تنوين الاستمرار في سيرك هذا؟ تمهلي يا فحمة، لا داعي للعجلة، خذ الأمر ببساطة. مستحيل، هذا شيء مستحيل. هاي، ما كل هذا النقاش؟ كان من عادة البومة أن تطير محلقة فوق هذه الأرض، وكانت على علم بكل شيء، وحين أخبرتها حبة الفول عن غايتها أجابتها قائلة: حسنا، عبر هذا الجبل توجد غايتكن. الحمد لله. الحمد لله. وصلنا. إنها جميلة جدا. رأى الثلاثة مكانا جميلا يمتد أمامهن، لكنهن لم يجدن جسرا للعبور عليه، فشعرنا بالإحباط. ماذا سنفعل الآن؟ إنها مشكلة. وجدتها، خاطرت لي فكرة رائعة. اسمع، إن عرض هذا الينبوع ليس كبيرا، فإذا استلقيت على سطح الماء سيصل رأسي إلى الضفة الأخرى، وعندها يمكنكما أن تعبر من فوقي، ثم تقومان بإخراجي من الماء. ما رأيكما؟ حسنا، أنا فهمت قصدك. هيا بنا، هيا نبدأ. حاولت الفحمة العبور بسرعة. إنه أمر سهل، ولكن لدى وصولها إلى منتصف القشة إنها نقطة ضعفي. ما الذي حدث؟ أرجوك أن تكملي. سأقع، أنا أخاف من الماء. أنقذاني، سوف أقع في الماء. الفحمة خائفة. تضحكين علي، أنقذيني بدل أن تضحكي. كلا أيتها الفحمة، ابتعدي عني. سأقع، ستفقداني. لا يمكنني البقاء، أرجوكي ابتعدي. وأخيرا سقطت الاثنتان في الماء. كان من عادة حبة الفول أن تضحك لأتفه الأسباب. شعرت حبة الفول بالألم لكثرة ما ضحكت. يا إلهي، النجدة، ساعدوني. ضحكت حبة الفول حتى انشق بطنها. النجدة، أنقذوني. ولحسن الحظ كان خياط متجول يمر في الطريق. قام الخياط بحياكة بطن حبة الفول في الحال، واستخدم خيطا أسود اللون. شكرا جزيلا. شكرا لك. كذا نجت حبة الفول من الموت وعاشت بأمان في أرض السعادة، لكن الخيط الأسود الذي استخدمه الخياط لحياكة بطنها ما زال واضحا،
وحسب ما تدعي هذه الأسطورة فإن هذا هو سبب وجود غرز أسود على بطن الفول.